دايما عندنا فكر من زمان ان مدير المدرسه او المدرس يعني في المدرسه هو حازم جدا وهو صعب جدا، لكن الحقيقه خلينا نقول ان احنا بقالنا فتره لا، منظومه التعليم اتغيرت في مصر كلها، وهدف منظومه التعليم الجديد هو الحقيقه اعداد طالب ان هو مش يعني طبعا ان هو بيتعلم ويكون راجل ولد كويس، لكن متعلم وسعيد وان هو قادر كمان على التفكير وان هو يبتكر وان هو يعمل يقدم جديد، مش هو زي ما بنقول يا ديما ان هو حافظ وبينقش الكلام او بيكتب الكلام زي ما هو موجود. نخليه حابب انه يروح المدرسه. طيب طبعا المسؤول الاول عن الموضوع ده وانه يحبب الطلاب في المدرسه هو المدير. في تجربه حلوه جدا داخل مدرسه حكوميه وهي مدرسه منشاه رضوان الابتدائيه، ما فيهاش تعليم بس، فيها تعليم وحب ولعب وقيادة الأستاذ سامي عبد الكريم اللي هنعرف منه النهاردة تفاصيل أكتر عن المعادلة الصعبة دي. صباحك فل يا أستاذ. صباح الفل يا فندم، يوم سعيد ويوم سعيد على المصريين كلهم إن شاء الله. يعني إحنا شفنا فيديوهات وهنعرض طبعا فيديوهات كلها بهجة، الطلاب شكلهم حلو كده وحابين المدرسة وحابين يجوا يتعلموا. حضرتك حققت ده إزاي؟ والله في البداية خالص إن الأمر إن إحنا عايزين نغير صورة المدرسة. دائما احنا كلنا بيجي علينا حاجه اسمها التكليف، تكليفات من واحنا صغيرين في المدارس والواجبات، لا واحنا كبار فالتكليف دائما بيكون صعب. اجمل تكليف وافضل تكليف انت بتعمله وبتحققه بنجاح هو التكليف اللي انت بتعمله عن حب. احنا مش عايزين نغير نخلي المدرسه زي ما كانت كده، افكار بتاعت زمان اللي هي المدرسه اللي نصحى الولد يصحى الصبح يروح المدرسه والمدير اللي ماشي بالعصايه طول النهار، المدير اللي ورا العصايه اللي بيخوف المدير اللي، لا احنا عايزين نغير الصوره دي. احنا عايزين الولد يقبل على المدرسه بحب، يجي المدرسه كده وهو حابب المدرسه. ده هنفعله ازاي او انا كنت بفعله ازاي في بدايه عملي كمدير مدرسه؟ لاحظت ان الاولاد يعني بيجوا الصبح كده مش عايز يجي المدرسه، الموضوع بالنسبه له عيب لان هما كمان ابتدائي، يعني دي مدرسه ابتدائي فالولاد صغيرين قوي، فالتعامل معاهم اعتقد بالزبط. كمان صعب قوي مش بالزبط. فكان حساس يعني بالظبط كده. كان افضل وسيله ان احنا نخلي الولد يجي المدرسه وهو حابب المدرسه، ان هو يصحى كده من نفسه كده ويبقى رايح مكان سعيد. بص يا فندم، لو حضرتك قلت للولد مثلا تعالى احنا هنروح حديقه العاب بكره او نروح نتفسح قبلنا على طول، بالظبط هيروح قبلنا ليه؟ لان هو الموضوع بالنسبه له هو حابب المكان اللي هو رايحه. فاحنا عايزين نغير صوره المدرسه من مجرد ان هي شيء يكون فيه تكليفات بتأدي تكليفات بصعوبه او باوامر، ما هي الاوامر دي بتتنفذ يا اما بامر وتكليف يا اما بحب. بالحب. وافضل اداء للتكليفات دي او الواجبات او انها تكون بحب. اكيد. فبدانا نعمل ان احنا نبدا من سنه اول من الصف الاول الابتدائي اللي هي اول وهله للولد واول انطباع هيدوم عند الولد طول رحله تعلمه، ونسهل المهم على الاهالي بقى، الاهالي بيتعذبوا قوي مع اولادهم عشان عايزين الاول ولد يحب المدرسه، بعد كده هيتسهل، ده هيبقى الموضوع سهل عند اولياء الامور لان هو رايح مكان بيحب. أكيد. فاحنا بنبدا اليوم الدراسي اول يوم دراسي في الصف الاول الابتدائي اللي هو اول انطباع للولد عن المدرسه. بنغير له فكره المدرسه اللي هي الطابور والنظام، لا من اول يوم ده بنخليه زي كرنفال كده للاولاد. بنغير المدرسه ونغير شكل المدرسه، صوره المدرسه ان احنا نحط لهم، يعني طبعا انا في مدرسه حكومي فالامكانيات بتاعتها مش هتساعد قوي ان انا اعمل حاجه بروفيشنال قوي، لا انا حاجه بسيطه، مجموعه من البالونات، مجموعه من الانشطه المدرسيه البسيطه اللي بيحب اللي الطالب اصلا جاي وهو بيحبها اصلا بيمارسها بره المدرسه. فاحنا بنحول له المدرسه دي لحاجه كده زي مكان يعني ترفيهي زي ما بنقول، بالظبط هو اليوم يعتبر اليوم يوم ترفيهي في المقام الاول، يعني بيبقى كله انشطه. وافضل شيء الولد يحبه داخل المدرسه انشطه. حضرتك لو تتذكري ترجعي بالذاكره افضل حصه لو سالتها لاي حد مننا كده، افضل اي اجمل ذكرياتك اقول لك حصه الالعاب طبعا، حصه الرسم الاثنين على ايامنا احنا الالعاب على ايامك انت البي اي البي اي. فطبعا طبعا احنا عايزين نشوف ايه اللي بيحب الولد، ايه اللي بيخلي الولد يحبه داخل المدرسه واحنا ننفذه له داخل المدرسه. الولاد بقى بتحب الكوره، وده الفيديو اللي انت بقى طلعت بيه ترند، احكي لي بقى عن الفيديو ده. هو والله ابدا الفيديو ده احنا بنعمله كل سنه عادي خالص، بس هي السنه دي بقى جت يعني الرساله وصلت. هي الموضوع في المقام الاول هو رساله، احنا شايفين الفيديو هو احنا طبعا بنتكلم مع حضرتك. اليوم ده احنا ايه اقرب شيء الاولاد بيحبوه؟ هي كره القدم، اللي
لسه كل الاولاد طبعا. فاحنا بنغير الموضوع ده وبنبدا بالقياده العليا داخل المدرسه اللي هي مدير المدرسه. لان مدير المدرسه هو الشيء اللي هو اقصى شيء الكل هيخاف منه او الكل يهابه او وده طبعا مش هيقلل من احترام او هيبه او مكانه مدير المدرسه. بالعكس الولد اما يحبك هيحترمك اكتر وهينفذ تعليماتك اكتر وهيكون حريص ان هو مش ما يزعلكش. هي ما يكون روح مدير المدرسه زي حضرتك كده انا واثقه ان الاولاد هيكونوا حابين ان هم يروحوا المدرسه حتى ومش عايزين يضايقوك. بالظبط اعتقد ده بيحصل. ده 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 بص حضرتك انت يعني شيء عظيم قوي لما تلاقي الولد بيحبك بجد مش بيتملق او بيحبك وبيسمع كلامك. يعني لما ولد يغلط او يعمل حاجه وانت تيجي توجهه هيسمع كلامك. اللي بيحب حد يا فندم بيسمع كلامه طبعا. ده 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 وبيكون حريص ان ما يزعلوش. طب وانا عايز اكتر من كده من الولد ايه؟ انا جاي لطالب بيسمع كلامي وهينفذ تعليماته وحابب الموضوع ده. لا ده بالعكس ده هيتقن العمليه التعليميه. احنا عايزين نرجع دور الهدف من الرساله دي كلها ايه؟ ان احنا عايزين نرجع دور المدرسه. دور المدرسه المفقود في غرس القيم والاخلاقيات والقضايا. دايما يا فندم اقول هي اسمها وزاره التربيه طبعًا والتعليم طبعًا مش التعليم والتربيه. يعني هي التربيه اولا ثم التعليم ثانيا. بص يا فندم احنا عايزين نسال نفسنا سؤال، احنا بنودي اولادنا يتعلموا ليه؟ احنا عايزين نودي اولادنا يتعلموا. ده الفلسفه القائمه عليها المنهج للتعليم الجديد ايدوكيشن 2.0 اللي هو مبني على تعلم المهارات الحياتيه. احنا عندنا 14 مهاره حطيناهم تحت تعلم لتعيش، تعلم لتكون، تعلم لتعرف. كل الحاجات دي مجموعه من المهارات احنا حطيناهم موجود. لكن تعالي شوف بقى لو احنا على النقيض ايه البدائل للمدرسه؟ البدائل السناتر والمكان الدروس الخصوصيه. هل الاماكن دي بتعلم قيم؟ لا ده احنا هو بتعمل حاجه واحده بس المنهج تعلم لتعرف وتحولت دلوقتي لتعلم لتحفظ. طب فين دور المدرسه؟ هل الاماكن دي هتعلم الطالب قيم واخلاقيات اطلاقا؟ هل هتعلمه ازاي يتعلم؟ يا فندم احنا العمليات التعليميه والمهارات الحياتيه اللي المفروض الولد يتعلمها يتعلم ازاي يتعلم اصلا؟ احنا كلنا بناخد شهايد، قليل قوي مننا اللي بي 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 بيعرف يعلم نفسه. انت حضرتك كسرت طبعاً القاعده او يعني الفكر او الحاجه اللي احنا رسمينها دايما عن المدير، بس بالعكس كسرتها باحترام وبالظبط ما كسرتهاش. بان الولاد للاسف بنشوف يعني انا شفت كذا فيديوز لمدرس بس بيتعامل مع الطلاب بطريقه مش لطيفه صراحه. يعني ما كسر بالعكس، لا هو كسر حته الاحترام اللي ما بين الطالب والمدرس. بص في حاجتين في التعامل، اما التعامل بالعقاب سواء العقاب البدني او اللفظي، وده شيء مرفوض وما عادش زمن ان احنا نتعامل بالاسلوب ده، خلاص انتهى الزمن ده. لان اولادنا الاولاد دلوقتي غير زمان، دلوقتي اكثر ادراكا. العقاب البدني ده مرفوض لان ما بيبنيش انسان، ده بيبني حد عايز ينفذ اوامرك وخلاص. بينفذها بحب بقى، بينفذها باوامر لان خوفا من العقاب. وده شيء مرفوض جدا. اما لو احنا علمنا الاولاد ان هو ينفذ الشيء بحب، مش بعد هيطلع بعد كده انسان سوي. احنا بنبني انسان يقدر يخش معترك الحياه ويكافح بحب، مش ان هو ينفذ اوامره وخلاص. طريقه عقاب حضرتك بقى بتبقى عامله ازاي؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه. اولا احنا عايزين نلغي كلمه العقاب. احنا عايزين نبدل. لا بس مهم يبقى يعني اللي بيعمل غلط هتقابله بايه؟ بص يا فندم احنا عايزين نحول كلمه العقاب الى السلوك الايجابي. احنا عايزين لو ولد مثلا على سبيل المثال رمى ورق على الارض، تمام، ده شيء احنا ممكن نعاقبه، انه نقول له مثلا ايه، لا مش ما ترميش ورقه، او ننصحه واو. لا احنا ممكن نعمل حاجه تانية. ممكن تعالى انا عارف مثلا الاستاذه ديما مثلا في الكتابه ضعيفه مثلا، تعالى انت رميت ورقه اكتب لي كلمه لن القي القمامه على الارض مره اخرى 10 مرات. استخدمتها بشكل ايجابي ان انت بتنمي مهاراته في الكتابه. هو عقاب، هو شكله عقاب، ولكن النتيجه بتاعته افيد من مليون مره من ان انا اعاقبه يعني عقاب بدني. فبالتالي حولت العقاب الى سلوك ايجابي. انا والله يا استاذ بجد انا نفسي كل المديرين يعني تبقى زي حضرتك وتبقى وانت نموذج بجد مشرف لكل مديرين المدارس. ويعني انا اتمنى والله يا ديما بجد ان كل الناس تبقى زي استاذ سامي بجد، يعني ويبقى نموذج كده ومثال نحتذي بيه. والله يا فندم انا هقول لحضرتك على حاجه، انا اسعدني جدا امبارح شفت مدير مدرسه
في المدرسه جنب يعني ان هو ابتدى ينفذ فكره اللي هو الايه عجبته الفكره، هو كتب كده يعني الراجل قال عجبتني الفكره فانا هنفذها. فالحمد لله الرساله بدات تنتشر لان هو لقى مردود لذلك ان هو يحبب الاولاد في المدرسه وحبب الاولاد في العمليات التعليميه، وبالتالي اصبحت الرساله بدات الحمد لله تنتشر يعني. والحمد لله ده شيء عظيم، والحمد لله كل التوفيق لحضرتك، كل التوفيق يعني يا استاذ سامي. فعلا الحديث معاك كان ممتع، ربنا يبارك في حضرتك كل التوفيق، وسعيد بلقاء حضراتكم والله، سعيد جدا جدا. لا احنا مبسوطين جدا بحضرتك بتعمله حقيقي. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك في حضراتكم يا رب، شكرا جزيلا لحضراتكم.